الشجرة شنو الإمام ده يقول؟ وطوبى. إما الإمام ده يقول أو راوي الحديث عن أمير المؤمنين اللي هو إمام أيضا ده يقول، ده يفسر. وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي صلى الله عليه وآله، الجذع ماله، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منها، غصن من الشجرة. لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن. إذا في قلبه في ضميره خطر أي إجي شهوة شيء، يعني أريد رمان، أريد تفاح، أريد قاط من ملابس الجنة، لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن. ذلك الغصن يجيب ذلك الشيء للمؤمن بدون ما يتعب نفسه. ولو أن راكبا مجدا، فارس راكب على الفرس ومجد، يعني بالجدية دا يركض الفرس. ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها، في ظل هذه الشجرة شجرة الطوبى، 100 عام بالحساب القديم اللي الفرس في اليوم الواحد اشكت كان يقطع من فراسخ، ما خرج منها، ما خرج من شجرة الطوبى. شجرة الطوبى المقدار وسيعة. ولو طار من أسفلها، أسفل الشجرة غراب الشكل صعد، ما بلغ أعلاها، ما يتمكن يبلغ إلى أعلى الشجرة حتى يسقط حرمان. يعني سنة طار، 50 سنة طار، 100 سنة طار، 1000 سنة طار، لا يصل إلى رأسها حتى يموت في الجو ويسقط. وتدرون المعروف أنه الغراب عمره طويل، ليش يجيبون الغراب؟ يعني هذا الغراب اللي عمره طويل لو يخلي كل عمره حتى يصل إلى أعلى شجرة الطوبى ما يتمكن، يموت. ألا في هذا فارغبوا، في شجرة الطوبى ارغبوا، مو في المحرمات اللي تمنعكم عن دخول الجنة والوصول إلى شجرة الطوبى.